الفيديو ده يا شباب هو رقم 2 من فيديوهات حل رباعية A1. ده كده مجموعة من الأسئلة اللي نزلها كتاب A1 كمراجعة لليلة الامتحان. الفيديو الأولاني موجود كامل في الوصف، هتلاقي تحت كده في بلاي ليست اسمها ليلة امتحان 2023. أول سؤال معانا اللي هو رقم 102، Have you not the software of the application? Yes, it's very useful. هل انت ايه البرنامج بتاع التطبيق ده يعني؟ فقال لك اه. هو عايز يقول لك هل انت نزل؟ طيب اول واحده كده كلمه انستيل دي معناها يغرس، يعني مثلا بقول لك يغرس القيم والمبادئ، كانت في ترجمه ثانويه عامه قبل كده. اجري يعني يوافق على، وانستول معناها يثبت او يركب او يسطب يعني. انا كان ممكن اقول لك حاجه من الاثنين، كان ممكن اقول لك انستول او كان ممكن اقول لك سيت اب. طبعا كانسل يعني الغي. I need to not a new antivirus from a trusted website. انا محتاج اعمل ايه في انتي فيروس من موقع موثوق فيه؟ تعال بس اقول لك على ملحوظتين كده. ابلود يعني يرفع، وبعدها حرف الجر تو يعني يرفع حاجه الى موقع الكتروني. داونلود يعني يحمل، ويحمل من يبقى داونلود فروم. لود دي اللي هو الحمل، واوفر لود اللي هو زياده الحمل يعني. فطبعا انت هتقول له داونلود حتى عندك فروم. I intend to not the faculty of engineering. انا ناوي ان انا انضم الى الجامعه او كليه الهندسه، يبقى جوين. طب ليه ما ناخدش انرول؟ انرول لازم حرف الجر بعدها ان، لازم حرف جر بعدين رول. طبعا جو يعني يذهب، عايز تو برضو، وليف يعني يغادر، وانت لسه بتقول عايز ادرس، لسه عايز تبدا دراسه، فاكيد تنضم الى. الجمله اللي بعد كده رقم 105 بيقول لك ماي فريندز هيلث هاز نوت سينس هي ستارتد سموكينج. بيقول لك ان صحه صديقي ايه منذ ستارتد سموك، من يوم ما بدا التدخين. تعال نشوف دي سايد يعني يقرر، امبروف يتحسن، انكريز يعني يزداد، لكن ديكلاين معناها ينخفض او يقل، ومعناها برضو يرفض. A good teacher should always note his or her students to think independently. قبل ما حل انت بدل his و her دي كان ممكن نستخدم their. ليه يا عم؟ عشان كلمة teacher هنا اسم غير معروف، يعني مش عارفين هو ولد ولا بنت، فعشان كده هنستخدم their عشان تدفع مكان الاثنين، او انك تقول his و her زي ما هو عامل كده. A good teacher should always، المعلم الجيد لابد انه يعمل ايه لطلابه عشان يفكروا independently، معناها بشكل مستقل. تعالى اول واحده كده فابريكيت اللي هو فابريك يعني، موتيفيت يعني يحفز، جوين يعني ينضم الى، كوميونيكيت يتواصل. طبعا كوميونيكيت عايزه معاها ويز عشان تبقى يتواصل معاها. اذا الاجابه موتيفيت. If you can't download the new application، لو انت مش عارف تحمل التطبيق الجديد، not your internet connection، اعمل ايه في الانترنت كونكشن بتاعتك؟ تشيك الاولانيه معناها يفحص، واكيد هي دي الاجابه، افحص الانترنت كونكشن. شيك دي معناها يسلم يعني، او معناها يرد. كانسل يعني يلغي، واجري يعني يوافق. لما اقول شيك هانز يعني سلم. طيب وشيك ذا ميديسن يعني رد الدواء. The gold distribution، the global distribution of wealth reflects high levels of A. There are rich and extremely impoverished countries. Impoverished يعني اللي هي تعيش في فقر مدقع. ولكن التوزيع العالمي للثروة بيعكس معدلات كبيرة من الـ A، لأن في ناس غنية جدا وناس فقيرة جدا. طبعا minority الأقلية، majority الأغلبية. inequality يعني عدم المساواة، equality دي المساواة. طبعا في ناس غنية وناس فقيرة، يبقى عدم مساواة. One of the not aspects of modern technology is that it makes our lives easier and more enjoyable. ولك واحدة من الـ A بتاعة التكنولوجيا الحديثة انها خلت حياتنا افضل، يبقى دي جوانب نيجاتيف سلبية، ولا ريلاتيف يعني زي اللي هو الموصول يعني، ولا بوزيتيف ايجابي واوفنسيف عدواني. فاكيد من الجوانب الايجابية للتكنولوجيا انها جعلت حياتنا ايزير، اسهل واكثر استمتاعا. رقم 110 بقول لك in today's world، في عالم اليوم. Success is something، هو شيء او النجاح احيانا، not by how much money، النجاح يعرف او يقاس. فانت قدامك حاجه من الاثنين دول، اما انك تاخد ديفايند، وكان ممكن ناخد هنا measured، يعني بمعنى ان الجمله على بعضها كده اصبح في عالم اليوم النجاح هو شيء يعرف بمقدار ما يعني ما تحصل عليه من الاموال من وظيفتك. طيب طبعا ريفاين يعني ينقي، وعندك ريفيوز يعني يرفض، وابير يعني يظهر. وانت عارف ان ما ينفعش افكر في ابير هنا لانه قال لك از، فلو انت قلت از ابير معناها اصبح مجهول، وكلمه ابير وديس ابير ما يبقوش مجهول. هي كانت موف، مش قادر يتحرك. هي هاز انوت بروبلم، عنده مشكله. ايه اللي ما بيعرفش يتحرك ده؟ يعني عنده مشكله بدنيه اسمها فيزيكال. امال امتى نقول منتال؟ اللي هو ما بيفكرش مثلا، عنده مشكله في الذهن. ويتش نوت دو سكسسفول بيبل شير، ما الايه التي يتشارك فيها الناس الناجحون؟ اكيد ما الخصائص او الصفات. فانت قدامك كلمه من دول، اما انك تقول وات كواليتيز اللي هي رقم بي، طبعا كوانتيتي يعني كميه، ودي ميريتس يعني عيوب، واوبستكلز يعني عقبات. كان ممكن نقول كواليتيز، وكان ممكن نقول تريتس.
وكمان كان ممكن نقول كاركترستكس واحده من الثلاثه. 113 اي نو ذس تايب اوف سبورت اي لايك ات فيري ماتش، انا بحب النوع ده من الرياضه جدا، يبقى اي دي يتعامل مع ادور يعني اعجب بيه، دي تست معناها يكره زيها زي كلمه هيت وديسلايك بالظبط، وديلي يعني يؤجل زيها برضو بوست بوست بون اللي معناها يؤجل. اذا احنا قلنا انا اي ادور يعني انا اعجب بهذه الرياضه. I am glad that my neighbor not and left hospital. انا سعيد ان جاري ايه وغادر المستشفى اكيد شفي يعني. طيب تعالى بقى سريعا كده، كلمه هيل دي معناها يلتئم يعني يخف الجرح، يعني ايه برضو تعالى اجيب لك صفحه فاضيه واكتبها لك. بص معايا كلمه هيل، هيل معناها يلتئم، يلتئم او الجرح يخف. لما تقول مثلا ماي كات الجرح بيجان تو هيل، الجرح بدا يلتئم، ده رقم واحد. امال كلمه كيور، كيور دي بنستخدمها كفيرب وكناون، كفيرب بمعنى يعالج وكناون بمعنى علاج، لكن كلمه تريت كده دي فيرب بمعنى يعالج او يعامل، والاسم منها اسمه تريتمنت. التريتمنت دي معناها علاج ومعناها معامله. طيب انت هنا في الجمله بقى الراجل بيقول لك انا سعيد ان جاري ايه وغادر المستشفى، طبعا مش هينفع اقول التأمه. طب كيورد معناها عالج، عالج. طب ريكفرد معناها شفي من مرضه، شفي. طب ديسكفر يكتشف تاني كده، فانت بتقول انا سعيد ان جاري شفي من المرض وغادر المستشفى. I prefer not activities like hunting and camping. انت بتقول بحب الانشطه الايه زي الصيد، الصيد ده نشاط داخلي ولا خارجي؟ لا ده خارجي. فاندور واندورز بره اللعبه، تفكيرك يا اما اوت دور يا اما اوت دورز. اوت دور لازم بعدها اسم، لكن اوت دورز بدون اسم بعدها. وانت عندك هنا في الجمله الراجل مديك اكتيفيتيز يعني اسم، خلاص يبقى تاخد اوت دور. اي بريفير اوت دور اكتيفيتيز زي هانتنج. امال لو اديلك لعبه زي البلاي ستيشن مثلا يبقى دي اسمها اندور اكتيفيتي. طيب الانشطه اللي بنلعبها في داخل المنزل هتفكر في اندور واندورز، او داخل مكان مغلق يعني. طب انشطه بنلعبها في مكان مفتوح هتفكر في اوت دور اوت دورز. والله لو بعدها اسم هتاخد اوت دور، من غير اسم تاخد اوت دورز، كانك شلت الاسم وحطيت مكانه اسم. Nowadays employees are mostly evaluated according to their not regardless of the number of years. بص بقى هنا عشان السؤال ده خربوش، بقول لك اللي من دول الموظفين بيتم تقييمهم وفقا للايه؟ بصرف النظر عن عدد السنوات اللي هم اشتغلوها، يعني بصرف النظر عن الخبره. فانت كده زي الشاطر هتروح مستبعد كلمه experience، ليه؟ عشان experience معناها خبره. لو انت قلتها لي كده هيبقى معناها، لو انت اخترت experience هيبقى معنى الجمله ان اليومين دول الموظفين بيقيموا وفقا للخبره بصرف النظر عن الخبره، فطبعا ده غلط. importance الاهميه، وافشنسي اللي هي الكفاءه، ودي الاجابه طبعا بتاعت السؤال، لكن sufficiency معناها الكفايه، يعني الحاجه مكفيه ولا لا. فانت بتقول العمال بيقيموا وفقا للافشنسي، لكفاءتهم. كفاءتهم. If you are suffering from burnout، لو انت بتعاني من الارهاق، you usually not stress، اذا انت هتعاني من التوتر. طب كلمه هايد معناها يختفي او يخبئ، عندك كلمه كيور معناها يعالج، اكسبيرينس هنا بقى معناها يواجه او يلاقي، زيها زي كلمه فيس وزيها كمان زي كلمه ان كاونتر. الكلمات دي كده معناها يعالج، معناها يعامل او يواجه. طب في رقم 118 exam questions اسئله الامتحان should a in order to cover all aspects of the assessment، بيقول لك ان اسئله الامتحان لابد ان احنا نعمل فيها ايه عشان تغطي كل اجزاء المنهج. طيب decrease يعني يقل، include يعني يحتوي على، raise معناها يرفع، لكن vary معناها يتنوع. فانت بتقول اسئله الامتحان لابد ان تتنوع لكي تغطي كل اجزاء المنهج. The manager is very efficient، المدير ده efficient لسه بنحكي عنها دلوقتي، efficient يعني كفء. عندك كلمه اسمها sufficient اللي هو كافي. He used to encourage his workers not، هو دايما بيشجع الايه بتاعت عماله. عايز تفهم ان لما يكون عندك اسم في ابوستروف اس فانت لازم تجيب بعده اسم تاني، ده وش عشان ده شيء مملوء. هو بيشجع المعدلات الايه بتاعت العمال، اكيد معدلات البرودكتيفيتي الانتاجيه، ودي كلمه ثابته في كل الامتحانات ما تعرفش ليه. طيب عندك كلمه نيسيتي اللي هي الضروره، انت عندك الكلمه دي مرت علينا قبل كده في المصطلح اللي كان بيقول لك ات از ا ماست او ات از ا نيسيتي. فاسيلتي معناها تسهيلات، وايكواليتي معناها المساواه وعكسها ان ايكواليتي. هاو دو يو يوجوالي نوت ايدياز امونج ا جروب اوف فريندز تو جيت مور انفورميشن اباوت سمثينج، بيقول لك ازاي انت ممكن تعمل ايه في الافكار بين مجموعه من الاصدقاء لكي تحصل على معلومات. رايز معناها يرفع، يرتفع سوري، يرتفع. مايند معناها يمانع. طب برين ستور معناها يفكر فيه او يعصف ذهنه، وستورم اللي عاصفه.
الجملة على بعضها كده، انت ازاي بتحصل على مجموعة من الافكار من زمايلك عن طريق العصف الذهني. When you make a change to the way you work، لما تغير طريقة عملك، you need to note its advantages، انت مفروض تعمل ايه بين المزايا، بين المزايا وبين العيوب، انت اكيد المفروض توازنها. المفروض تعال نشوف بقى. طبعا انا المفروض ان افكر في كلمة بالانس. بالانس يعني ايه؟ يعني يوازن المزايا والعيوب، ده رقم واحد. الحاجة التانية ممكن كمان نفكر في كلمة ريجارد. ريجارد يعني ايه؟ يعني يفكر فيها او يعتبره. على فكرة ممكن consider برضو معناها برضو يفكر فيها ويعتبر، بس ولا واحدة من دول في اختيارات. فتعال نشوف بقى مين الصح في الاختيارات. concentrate يعني يركز، ما هو تنفع بس عايز بعدها اقول، لان المفروض اقول لك لما تحب تعمل تغيير في خطتك فيجب عليك ان تركز على، مفيش على في الاختيارات. قلنا fabricate اللي هو fabric يعني كده، evaluate يعني يقيم هذه الإجابة. الراجل بيقول لك ايه؟ لما تحب تعمل تغيير في طريقة شغلك يجب عليك أن تقيم الآثار أو المميزات والعيوب. regulate يعني ينظم. I read an important report، أنا قرأت تقريرا مهما. on إيه؟ the impact of advertising on children، التقرير مهم على الإيه بتاع الإعلانات على الأطفال. assess يعني يقيم. press يعني يضغط. aggressing اللي هو العدوان أو الظلم يعني. blessing اللي هي نعمة ونقمة وكده، نعمة يعني. طيب فإذا أنت بتقولي أنا قرأت مقالا مهما عن تقييم أثر الإعلانات على الأطفال، على فكرة assess دي جاية من كلمة assess، دي جاية من كلمة assess اللي معناها يقيم زي evaluate. The champion was able to note his physical disability and win the gold medal، بقول لك إن البطل كان قادر إنه يعمل إيه في قدرته البدنية ويفوز بالبطولة. overcome يتغلب على، ده physical disability إعاقته، يبقى من أولها كده دي الإجابة overcome، بيقول لك ان البطل استطاع ان يتغلب على اعاقته البدنيه ويفوز بالبطوله. 124 you should not the lecture by using keywords، انك تستخدم الكلمات المفتاحيه. if you don't need to remember، if you don't need to remember the details، لو انت مش محتاج تفتكر التفاصيل اعمل ايه في المحاضره. تعال نشوف بقى. confuse يعني يربك، دي بره اللعبه. delete يعني يحذف، وrefuse يعني يرفض. فناخد هنا paraphrase، معنى ايه paraphrase؟ معناه يعيد الصياغه. فبقول لك انت يجب عليك انك تعيد صياغه المحاضره عن طريق استخدام الكلمات المفتاحيه. بس انا اعتقد ان الراجل كان قصده مش بارافريز هنا، كان قصده سامرايز يعني يلخص. successful people are always looking for a new note او new note to learn more and develop their skills، الناس الناجحين دايما محتاجين يبحثوا عن ايه جديده للتعلم وتطوير مهاراتهم. results نتائج، disadvantages يعني عيوب، obstacles يعني عقبات، وعندك كده opportunities يعني فرص، بيحثوا عن فرص لتطوير مهاراتهم. and question السؤال الايه؟ هو سؤال اللي انت مش محتاج منه اجابه، اكيد السؤال البلاغي اللي احنا قلنا عليه rhetorical question. you don't have to not، no one can hear us، ما حدش سمعنا فمش لازم. whisper، whisper معناها يهمس، انت لست بحاجه ان تهمس فلا يسمعنا احد، يبقى دي معناها يهمس. طيب shout يعني يصرخ، وspeak يتحدث، وcry يعني يبكي. because of his accomplishment، بسبب his accomplishment يعني انجازاته، زي fulfillment زي achievement. my father has always been not to my sons، ابويا كان دايما ايه بالنسبه لعيالي؟ كان دايما اوان an inspiration، inspiration، طمن نفسك كده انها مظبوطه. لكن عندك هنا كلمه اسمها respiration اللي هو التنفس، جاي من respiratory system. وبستكل يعني عقبه، وهندرنس يعني عقبه برضو عقبه. طيب عندك الفعل من هندرنس هو كلمه هندر اللي معناها يعيق، ودي بتساوي كلمه بلوك اللي معناها يعيق برضو. طب رقم 29 my long term goal is to have a successful note as a project manager، يعني الهدف طويل المدى بتاعي هو ان يكون عندي ايه ناجح كمدير مشروع. خد بالك انت من الادي موجوده، اذا انت قلت لنفسك اكيد وانا سمعتك وانت بتقول كده يعني ان انا هستبعد كلمه ورك يا مستر ليه، لان ورك دي اسم لا يعد. طب امبلوي معناها موظف يعني عامل. طب امبلوير ده صاحب العمل او مدير صاحب الشغلانه. كارير يعني حياه مهنيه. طيب انت بتقول ان هدفي طويل المدى ان انا يكون عندي ايه ناجحه كمدير مشروعات، اكيد حياه مهنيه ناجحه يبقى كارير. طيب الجمله بعد كده هي وركس هو بيشتغل not at supermarket on Sundays and Wednesdays، يعني هو بيشتغل يوم ايه؟ بيشتغل يومين اثنين بس، Sunday Wednesday، يوم الاحد والاربعاء عشان يزود دخله، يبقى ده بارت تايم. لكن الراجل لو اشتغل طول الاسبوع يبقى دي اسمها فول تايم. طب ما تيجي نشوف كده الكلمات الاختيارات عشان نعرفها برضو من باب المراجعه، لان احنا بنراجع زي ما انت فاهم. اول كلمه كلمه فول تايم يعني دوام كلي، بيرمننت يعني دائم،
عكسها temporary مؤقت complete معناها يكمل ومعناها كامل. The lawyer accused the prisoner not his installment. بص بقى حضرتك عندك كلمة accuse اللي معناها يتهم، وعندك convict، وعندك كمان charge وconvict وaccuse، التلاتة بنفس العلبة كده معناهم يتهم أو اتهم أو متهم. فهنقول accuse of وconvict of، لكن charge with، ودي اللي عايز أوصله لك، إنك أنت مع الوحيدة اللي تاخد معها حرف جر مختلف هي charge معها with، لكن convict of وaccuse of. فaccused of وconvicted of وcharged with، الراجل هنا مديني مين؟ accused. والله يا فندم accused عايز of، خلاص يبقى أنت عايز تدور على of، دي فيها of ودي فيها اوف. والله اوف دي حرف جر فلازم الفعل يكون بعدها مضاف اي ان جي، يبقى هنستخدم اوف لاينج. طيب افرض قال لك ذا لوير كونفيكتد، خلاص يبقى اوف برضه. طب ذا لوير اتشارجد، يبقى خلاص ويز. ام نوت او ان نوت يعني از ا بيرسون ويز هوم وان وركس ان ذا بروفيشن اور ا بزنس. بقول لك هو الشخص اللي انت بتشتغل معاه، بص هو بيقول لك ايه، از ا بيرسون ويز هوم الذي تعمل معه in a profession or a business. طب تعال نشوف student يعني طالب، interviewer يعني محاور، وكوليج اللي هو زميل العمل، وانتر معناها متدرب. مين في دول بقى؟ طبعا دول بره اللعبه. مين في دول؟ هو الشخص اللي انت بتشتغل معاه، اللي انت بتشتغل معاه ده هو زميلك في الشغل، لو اسمه ايه يعني اسمه كوليج رقم بي رقم سي. طب امال ايه انترن؟ المتدرب، الشخص اللي بيشتغل في مكان من غير ما ياخد مرتب. طيب there are 20 not for the same job the salary is generous، المرتب كبير فعشان كده في 20 متقدم للوظيفة اللي اسمهم candidate. intern معناه مدرب بيشتغل من غير مرتب، employer صاحب العمل، ومانجر مدير. if you want this job لو انت عايز الوظيفة دي you need to send your، لازم تبعت لنا السي في بتاعك اللي هو اسمه curriculum vitae اللي هو اختصار لكلمة سي في، او كان ممكن نستخدم مكانه resume. طب بيرسونال يعني شخصي، بروفايل اللي هو الملف الشخصي، بروفيشنال يعني احترافي. طب ليه ما نقولش الملف الشخصي يا مستر؟ ما عشان قال لك فيتاي، شكرا يعني انت كده ما ينفعش تستخدم بروفايل فيتاي. علي هاز نوت ات ا بانك اند هي از ليرنينج، بتعلم ا لوت اباوت ذا جوب، بتعلم كثيرا عن المدرسه. طيب انترنشيب معناها تدريب مهني، انترن ده معناها متدرب، ممبرشيب يعني عضويه، سكولرشيب معناها منحه دراسيه سيء. فانت اكيد ما فكرتش خالص في الاختيارات اللي هنا دول، من بين الاختيارات ما فكرتش في كلمه انترن لانها متدرب، ولا في كلمه ممبرشيب عضويه لانها بره اللعبه. تفكيرك في واحده من اثنين، يا ترى انترنشيب ولا سكولرشيب؟ الراجل قال لك في بنك يعني راح يشتغل يعني تدريب مهني فبنسميه انترنشيب. امال امتى ناخد بقى سكولرشيب؟ لو قال لك مثلا عشان يدرس الفلسفه، يدرس التاريخ، في سكولرشيب. رامي بيقول لك از ات ا جوب فور سام تايم افري داي، هو دي شغلانه انا هشتغلها شويه صغيرين كده كل يوم. قال لك نو اتس ا نوت جوب از اي ام ان نيد اوف فول سالاري، انا محتاج يا عم مرتب كامل، يبقى دي وظيفه ايه؟ فول تايم عشان واخد مرتب كامل. هاريكانز اللي هي الاعاصير، تروبيكال ستورمز اللي هي العواصف الاستوائيه، ار ديفرنت كاينز اوف ناتشرال ديزاسترز، على طول دي نوع او انواع مختلفه من الكوارث الطبيعيه. خد بالك ان كلمه هوليداي اجازه، سيلبريشن احتفال، فيستيفال مهرجان. طيب ماي اونت اسكت ا فيموس نوت تو هيلب هير ويز ا ليجل بروبلم، طلبت من مين يساعدها في مشكله ليجل قانونيه؟ يبقى اكيد طلبت من المحامي اللي هو اسمه لوير، لوير اللي هو المحامي. امال كرايمنال؟ كرايمنال دي معناها مجرم ومعناها جنائي او اجرامي، فلو قلنا كرايمنال اللي هو القانون الجنائي، جادج دي اللي هو القاضي، وفارمر ده الفلاح طبعا بره اللعبه. The prisoner was given a life not for his crime. السجين حكم عليه بإيه؟ مدى الحياة لجريمته؟ أكيد اسمها life sentence، ودي جملة كده من القصة. life sentence معناها سجن مدى الحياة. طيب the police officers are not the cause of crime to arrest the criminal. الشرطة بتعمل إيه في سبب الجريمة؟ أكيد بيدرسوا. فأنا أفكر في investigate يا مستر، ولو ما لقيتهاش هلاقي أكيد قدامي look into، اللي معناها برضو يدرس. طيب the police have strong a that the worker or the factory worker is the killer. البوليس عنده ايه قوي؟ اكيد دليل قوي. دليل ده حاجه من اتنين، يا اما evidence يا اما proof.
طيب هو مديني هنا ايفيدنس بس، امال امتى لو اداني في بروف ما ينفعش اخدها؟ عايزك تركز ان كلمه ايفيدنس انت قلت لي سترونج، سترونج ايفيدنس، لكن هتقول ايه سترونج بروف. ليه بقى؟ عشان كلمه بروف دي زي ما سيادتك شايف كده اسم يعد، لكن ايفيدنس اسم لا يعد. فعايز تعرف احنا خدنا ايفيدنس وهي اسم لا يعد، بما انه اسم لا يعد فما قلتليش ايه سترونج، قلت لي سترونج بس. امال بروف دي الفيرب بمعنى يثبت او يبرهن، كرايم جريمه وميردر اللي هو القتل يعني. ذا بوليس ار لوكينج فور ذا كرايمنال هو هاز نوت ذا تيربل كرايم. البوليس بيبحث عن المتهم الذي ارتكب هذه الجريمه. يرتكب جريمه عندي حاجه من اثنين، اما ان انا اقول دو ا كرايم او كوميت ا كرايم، فانا قدامي في اختيارات كوميت ا كرايم، اوعى تستخدم كلمه ميك على اساس ان ميك ا كرايم يعني يفعل جريمه او يؤدي جريمه وده غلط. كوميت كومبيت رقم سي معناها ينافس او يتنافس، وكوريكت يعني يصحح. منى ولا هم دي مها المفروض يعني was arrested after the police discovered that he خليها محمد بقى was arrested after the police discovered that he had been in the crime ان هو اتقبض عليه بعد ما البوليس تمكن من ان هو يكتشف ان الراجل ده كان متورط في الجريمه. متورط يعني engaged او involved، الكلمتين ينفعوا involved in the crime او engaged in the crime. بالمناسبه كلمه engage يعني يخطب برضه، enjoy يعني يستمتع، وانلارج يعني يكبر حجم، وانتر يعني يدخل. The lady had been accused of murder المراه متهمه بالقتل، but with the help of the lawyer بمساعده المحامي she was هي اطلق سراحها. كلمه change يعني يغير، وcharge معناها يتهم، وacquitted معناها برئ او اثبت براءته او تم اثبات براءته، او يعني اكتبها بالعربي هيكتبها بمعناها الاصلي وخلاص، يتم اثبات براءته يبرأ يعني. When the accused person proved that he wasn't a he was set free لما الشخص المتهم اثبت ان هو لم يكن مذنبا. مذنبا يعني guilty. امال ايه innocent؟ معناها بريء. طب ليه ما ناخدهاش؟ ما عشان في الجمله قال لك ايه؟ ان هو لم يكن مذنبا، انت عايز مذنبا guilty. عارف لو قال لك هي ووز كنا خدنا innocent. طيب بعد كده 46 there is a knight who goes around the building to keep us safe at night. في knight A بلفلف في المدينه عشان يخلينا امنين بالليل، اكيد حارس ليلي لو اسمه واتشمان رقم B. I have not all the necessary information in my CV to ensure thoroughness and to make it intriguing. الراجل عايز يقول لك انا ضمنت كل المعلومات المهمه بالسي في. يضمن او يضم اسمها include اللي رقم A. امال ايه exclude؟ معناها يستثني يعني يحذف، زي كلمه omit كده. طب contain معناها يحتوي على، مش هقول لك انا احتوي على، consist معناها يتكون من، وبيجي بعدها حرف الجر اوف. طيب you should not your internship on something you really enjoy، لابد عليك ان تبني تدريبك على شيء انت بتحبه. ميك يعني يصنع، بيس معناها يبني، ست معناها يجلس، وليف يعني يغادر. على فكره كان ممكن ناخد بيس اللي احنا خدناها رقم بي دي، كان ممكن ناخد بيس، وكان ممكن ناخد ست اللي هي اس اي تي اللي معناها يضبط. سيفتي نوت انسايد ذا فاكتوري ماست بي تيكن سيريسلي، بقول لك ان معايير الامان داخل المصنع لابد ان تتخذ بجديه. معايير اللي اسمها ميجرز رقم ايه، سيفتي ميجرز اللي هي اجراءات او معايير الامان. امال ايه مانرز اللي هي السلوكيات، كيوز اللي هي الضوضاء او العشوائيه يعني، بلينز اللي هي الطائرات. ممكن نستخدم كلمه كيوز رقم 6 بمعنى الصخب. هي ماست بي اوف هيم سيلف هي هاز تولد لوتس اوف لايز، ده هو كذب علينا كتير، فهو لازم يكون اشيمد اوف هيم سيلف. اشيمد اوف هيم سيلف معناها ان هو لابد ان يكون خجلانا من نفسه. براود بيجي بعدها حرف الجر اوف، وبراود بعدها حرف الجر تو، بس تو المصدر اوف واسم او اي ان جي. جيلس يعني غيور، وليز ليزد يعني ايه مؤجر او تم عرضه للايجار يعني. انت في رقم 51 it would be not to buy that expensive mobile، سيكون ايه انك انت تشتري موبايل غالي ده. The one you already have is very smart، التليفون اللي عندك يا ابني تليفون ذكي، وانت مش محتاج تشتري تليفون، فده هيكون شيء اكسترا فيجنت. يعني اكسترا فيجنت
معناها مسرف انك تعمل كده. اوردينري يعني عادي وكيرفول يعني حريص، ايكونوميكال يعني اقتصادي. الفرق بينه وبين ايكونوميك قلناه في الفيديو الاولاني، لو انت ما سمعتوش اسمعه. سيسترز صبت uncomfortably during their fathers، البنات كانوا بيعيطوا من غير راحه كده اثناء الايه بتاعت ابوهم، اكيد الفانرال اللي هي الجنازه، امها الايه فيستيفال ده مهرجان، وبارتي حفله وحزب، وبيرس معناها ميلاد. هي ريسنتلي بالمناسبه بنقول جيف بيرث تو يعني ينجب طفلا يعني. هي ريسنتلي نوت فروم خد بالك انت من فروم دي ذا يونيفرس ذا فاكولتي اوف كوميرس، يبقى انت هتقول لي جراجويتد يعني تخرج من. طب ليفت انت هتقول ليفت ذا فاكولتي على طول من غير حرف جر. جوين ينضم الى، وستدي يعني يدرس، عايزه بعدها حرف الجر ات. طيب ان ايه از ا بيرسون هو وركس فور ا كومباني، الشخص اللي بيشتغل في شركه اور فاكتوري او في مصنع، فور ا ليميتد بيريد اوف تايم لفتره قليله من الوقت، without being paid دون ان يدفع له مرتب او اجر. ده مين؟ المتدرب. internship دي معناها تدريب، intern معناها متدرب، employer ده اللي هو صاحب العمل، employee ده اللي هو العامل، زي ما قلت لك بتساوي كلمه worker بالظبط. cyclist should always wear a helmet to be safe in case of he falls، راكب الدراجات لابد ان هو يكون مرتدي ايه دايما عشان تحميه لو وقع، هيلمت سوري اللي هي الخوذة. The rich man الرجل الغني is not he always thinks that he is better and يعني هو شايف نفسه افضل من الناس وان هو باشا والناس كلها كلاب حواليه، يبقى urgent. urgent معناها متكبر. دي بتساوي مين urgent؟ دي بتساوي كلمة conceited وتساوي كمان boastful. boastful. طب ليه؟ طب عندك ايه سيمبل بسيط؟ سيمبل بسيط زيها كلمه بلين ما تنساهاش، كرول يعني قاسي، وموديست معناها معتدل او متواضع، زيها زي كلمه هامبل، وهما الاثنين مهمين جدا. I like not talks to people and I don't mind speaking to large crowds، انا احب ان القي كلمات، القي كلمه اسمها give a talk يبقى giving talks. human a is the department of a business or organization، القسم اللي في الشركه اللي بتعامل مع المشاكل والناس اسمه human resources. he started working in a factory and gained reasonable working، هو بدا يشتغل في الشركه وبدا يكتسب خبره عمليه او معرفه عمليه، يبقى working knowledge. science اللي هو العلوم طبعا، و ignorance اللي هو التجاهل، وهم مكرر نفس الكلمه A و B فبره اللعبه. the entire job entire معناها total يعني whole all يعني كل الوظيفه كل الخبره العمليه الخبرة الوظيفية أي اللي أنا كسبتها has been life changing يعني كانت مغيرة للحياة. my grandfather has a lot of not we frequently seek his guidance، احنا دايما بنرغب في إرشاده إن هو يرشدنا لأنه عنده الكثير من الخبرة wisdom. على فكرة كان ممكن نقول a lot of wisdom وممكن نقول much wisdom لو أنت مش عايز a lot of، لأن الخبرة يعني عايز أوصل لك اسم مفرد لا يعد. good teachers never not a single technique، المعلم الجيد لا يتبنى، يتبنى يعني adopt تقنية واحدة في التدريس. A good teacher should adopt لابد أن يتعلم أو يتبنى طريقة A ل language teaching لتدريس اللغات. preventive معناها وقائية، innovative معناها مبدعة، destructive مدمر، explosive معناها مدمر برضو، فلابد أن يتبنى طريقة مبدعة. وزارة التربية والتعليم بتتبنى خططا لكي تعمل إيه في النظام التعليمي لكي تعيد تأهيل البري انفنت. My sister has decided to change career، أختي قررت تغير الحالة الوظيفية أو الوجهة الوظيفية اسمها career direction، احفظ المصطلحات دي ما فيهاش أي إبداع. What a delicious dish، يا له من طبق لذيذ. Could you please tell me its، ممكن تقول لي على مكوناته، مكونات الوجبة اسمها ingredients. Elements مع عناصر، ممكن مثلا أقول لك elements of the story، عناصر القصة المقدمة والخاتمة والنهاية والحوارات ده. Suggestion اقتراح، opposition معناها ممتلكات. When I heard about the road accident، لما سمعت عن حادث الطريق. I not for my friend's safety because he was driving the car، انا ايه على امن اخويا لانه او صديقي لانه كان سايق العربيه. consider معناها يعتبر، وfear معناها يخاف، وblame يعني يلوم، وcriticize يعني ينتقد، ففير فور يعني يخاف على، لكن عندك fear of اللي هو خائف من. the nurse washed and not my parent، الممرضه غسلت وعملت ايه في الجرح او في ايد المجروحه. bandage معناها لفه ضماده، spoil يعني يفسد، hand يعني يسلم بعد حرف الجر ان،
وممكن ان تو لو انت تقول يسلم الى وهيل معناها يلتئم. I choose to enroll in a. خد بالك لسه كنا بنحكي في الحته دي enroll in او join. And what writing class. فصل الكتابه الابداعيه اسمه creative writing class. No one has declared the final result yet. ما حدش اعلن نتائج النهايه بعد، عشان كده انا لا استطيع ان اؤكد انني فزت. يبقى confirm. confirm معناها يؤكد على. طب امال appear يعني يظهر، وseem يعني يظهر او يبدو، برضو accept يعني يقبل. He wasn't faithful. لم يكن مخلصا. He not his friend when he was in trouble and refused to help him. هو ما كانش انسان مخلص، ده هو عمل ايه في صاحبه لما كان محتاجه. Deserted معناها هجر. هاجر. Desire معناها يرغب فيه. Disappear يعني يختفي. Remain معناها يبقى او يظل. Luckily the old man a terrible accident. من حسن الحظ الرجل الكبير او العجوز يعني عمل ايه في الحادثة السيئة. خد بالك هو قال لك luckily من حسن الحظ، يبقى هو نجا. Survived. Survive معناها ينجو من. الريف يعني يصل طبعا زي ما انت عارف. وضاي يعني يموت. ولف معناها يعيش. ما ينفعش اقول لك ان الرجل عايش الحادثة. I want to try making that Chinese dish. انا عايز اجرب اعمل الطبق الصيني ده. But I don't know. لكن انا مش عارف الوصفة. تعال نشوف. Prescription دي وصفة علاجية، روشتة يعني. Description ده الوصف. Receipt دي الفاتورة بتاعت الاكل. لكن Recipe اللي هي الوصفة بتاعت الوجبة. خد بالك انت هتلخبط الاثنين في بعض. هتلخبط Receipt مع Recipe. اخر واحد Recipe الوصفة، انك تحط الملح وبعدين الزيت وبعدين المية، دي اسمها Recipe. لكن Receipt فاتورة الشراء. Doctors find it difficult to face the problems. الدكاترة بيجدوا من الصعب ان يتعاملوا مع المشاكل المتصلة بمرض السرطان. خد بالك كلمة associated with معناها المتعلق، متعلق به او متصل به. separate معناها منفصل. disappear يعني يختفي. واتاتش يعني يرفق. The British Museum المتحف البريطاني هو the most popular tourist attraction in London. طيب يعني هو اكتر مفاتن السياحية اماكن الجذب في لندن. طبعا distraction اللي هو التشتيت. obstruction من الاعتراض، من obstruct يعترض. وdestruction التدمير. I live in a quiet fishing village. انا عايش في قرية صيد هادئة. with not a harbour which is really fantastic. فيها ميناء ايه رائع جدا. اكيد picturesque معناها خلاب او رائع. خلاب او رائع. لكن ugly معناها قبيح. ordinary يعني عادي. وضل يعني معناها كئيب. the ancient tomb المقبرة القديمة contained the fossilized a of extinct animals. بتحتوي على الايه المحفوره تحت الارض يعني من الحيوانات، اكيد البقايا اللي اسمها remains. امال ايه بيلرز دي؟ بيلرز دي يلا نفتكر مع بعض. كلمه بيلرز بتساوي كولمز لو معناها اعمده خرسانيه. طب كلمه بيلر ما تساويش كولم لو معناها شخصيه مهمه مثلا في المجتمع ومعناها ركن وكده. طيب ذا او ذير شود بي لابد ان يكون هناك ايه security precautions in crowded places to avoid infection. لابد ان يكون هناك يعني اجراءات امنيه قويه في الاماكن المزدحمه. تعال نشوف كلمه showy معناها محب للظهور يعني. inaccurate يعني غير دقيق. elaborate معناها معقد او معناها يوضح برضو. exhaust معناها هو. تعال بقى نشوف اربع اختيارات كده من بينهم انت تقول لابد ان يكون هناك تحذيرات أمنية واضحة. يبقى إلابوريت. كلمة إلابوريت معناها يشرح ويوضح ومعناها معقد. إذن هناخدها من معنى بقى يشرح ويوضح. طيب عندك رقم 79 ذا كارنك. كارنك تمبل مش محتاجين نكمل. معبد كارنك. Do you know the where the north of Qaitbay. Qaitbay دي قلعة يبقى فورت. The high dam السد العالي. The archaeologists have found wonderful not inside The Royal Tomb. ليه ايه داخل المقبرة. ميوزيومز متاحف، مش هنلاقي متاحف جوه المقبرة اكيد. ولا لاند فول يعني اماكن تجميع الرمال. ولا اشجار اكيد. Artifacts يعني قطع اثرية. The Modern Bibliotheca اللي هي المكتبة الاسكندرية الحديثة يعني. واحدة من الموست امبورتنت نوت landmarks in the city. واحدة من اكتر المعالم البارزة المعاصرة في المدينة. هناخد contemporary معنى معاصر. طب مش معنى يا عم مش بيبليوتيكا ديت مكتبة اسكندرية قديمة. ما هو قال لك هنا مودرن سيادتك يعني قصدي على المكتبة الحديثة. برج ايفل is probably the most famous landmark يعني واحدة من أكثر الأماكن المشهورة في باريس. There are 16 other not spoken around the country يعني الناس بيتكلموا بيهم داخل المدينة. يبقى دي dialects يعني ايه dialect معناها لكنة.
لكنة. امال ايه اكسنت؟ اكسنت دي اللكنة بتاعت البلد، زي ما نقول مثلا انجليزي بريطاني ولا انجليزي امريكي، تمام؟ طيب لكن لما اقول لك مثلا ناس بتكلموا صعيدي وناس بتكلموا شرقاوي وناس بتكلموا بور سعيدي، اسمها دايلكتس. حتى وقال لك في الجمله ايه؟ اراوند ذا كانتري، جوه البلد. طيب traditional music is part of Egypt's not and we can all be proud of it. ولكن الموسيقى التقليديه المصريه هي جزء من الايه المصري، اكيد من التراث المصري، heritage. I am proud that one of my not، انا فخور ان واحد من اجدادي شارك في بناء الاهرامات ومش عارف ايه كده، يبقى ancestors. A knot is an ornamental structure in a pool or a lake from which one or more jets of water are pumped into the air. من اخر جزئيه كده انت توصل الاجابه من غير ما تقرا كل ده. قال لك jets of water، الميه بتضخ منها في الهواء، يبقى اكيد fountain. fountain هي مين؟ اللي هي النافوره. Who knows the ancient Egyptian hieroglyphics؟ مين اللي فك شفرات اللغه المصريه القديمه؟ يبقى deciphered. رقم ايه اللي يفك شفره؟ النوبيا، في النوبه. And the Nile Valley you will see monuments that not famous pharaohs like Khufu، ما اعرفش مين ومين ومين، التي تخلد ذكرى، يبقى commemorate معناها يخلد ذكرى. هتلاقي حاجات بتخلد ذكرى الناس دي. كوميونيكيت يتواصل، وإيراديكيت يعني يخضع على، وكالتيفيت يعني يحرس حراثة يعني من الحرث الأرض. We were not by the beauty of nature، إحنا إيه؟ بجمال الطبيعة. When we visited our village، لما زرنا قريتنا، فإحنا disgusted معناها متنكر، distracted لا disgusted معناها disguise اللي معناها متنكر، لكن disgust اللي معناها مقزز أو مقرف، شيء مقزز أو مقرف يعني. distract يعني يشتت، و educate يتعلم، و captivate يعني اثرتنا. فانت بتقول اثرنا او اثرتنا الطبيعه الجميله، يعني اعجبتنا جدا، يعني احنا كلنا loved it. he isn't a kind man، هو ليس رجلا معطوفا. don't be، لا تكن. ايه بخدع سلوكه المخادع؟ يبقى مثلد، لا تضلل. my sister likes to make clothes out of wool، اختي بتحب تعمل ملابس من الصوف. she is currently not a sweater، دلوقتي حاليا بتخيط sweater، يبقى knit يعني يخيط، زي كلمة sew، ممكن نقول sewing يعني بتخيط برضو، وده من القصة. what not me to visit the museum is my desire، إنما يدفعني لزيارة المتحف، يبقى inspired معناها يلهم أو يدفع، لكن كون inspired معناها يعني يعمل مؤامرة، يتآمر مع أو ضد. respire معناها تنفس، وريلايز يعني يدرك. freezing and canning can be reliable methods of nugget foods، انك تجمد الطعام او انك تعبئ الطعام لطرق او طريقه من طرق حفظ الطعام. deserve دي معناها يستحق. preserve يحجز. observe معناها يراجع للامتحان. preserve معناها يحفظ. يبقى انت كده بتقول لي انك تجمل الطعام طريقة من طرق حفظ الطعام. دكتور مشالي، دكتور محمد مشالي عليه رحمة الله، was known as the doctor of the poor، كان معروف انه فقير، دكتور الفقراء. he not his life، هو كرس حياته، يبقى dedicated يعني كرس حياته، يعني خصص حياته، ركز في حياته على الفقراء. educate يعني يعلم وتعلم، appear يظهر، و prevent يعني يمنع. the film was really not، الفيلم كان ايه؟ the girls believed the incident and started weeping، العيال بقى صدقوا القصه وبدأ يعيطوا. موفينج بدل موفينج، انت كان ممكن تقول تاتشنج يعني محرك المشاعر، او افكتنج، او كمان كان ممكن نقول سنسيشنال. كل دول كده معناهم محرك المشاعر او كده، فاني مضحك، وكوميك كوميدي مضحك، ريموفر ومثير. the old man often feels not people rarely visit him، الراجل دائم الناس ده قل ما يزورنه، لانه بيشعر انه isolated معناها منعزل. insulated معناها معزول عن الكهرباء، معزول كهربائيا مثلا، يعني على سبيل المثال سلك الكهرباء اللي عليه بطانه من بره كده، فبقول لها السلك ده اهو، يعني insulated. او الخشبه دي ممكن تمسكها عمرك مش هتعوص ايدك، لانها insulated معناها مبطنه بحاجه ثانيه. social اجتماعي، وfamiliar معناها مألوف. 99 not is the way in which a society deals with cultural diversity،
هو الطريقة اللي المجتمع بتعامل بيها مع التنوعية الثقافية both at the national and community level، سواء على المستوى القومي او مستوى المحلي الاجتماعي، يعني الطريقة اللي بتعامل مع المجتمع مع التنوعية. تنوعية يبقى مالتي، حلو. وانت قلت لي culture يبقى تنوعية ثقافية، يبقى مالتي culturalism رقم بي. طب امال لو قال لك لغة وكده كنا نقول مالتي لينجواليزم. London is very not with about 250 languages spoken by people، فيها 250 ألف أو 250 لغة الناس بتكلموها. يبقى البلد دي bilingual، bilingual بتكلم لغتين. picturesque معناها خلاب أو جميل. multicultural متعدد الثقافات. dominant معناها مسيطر. والسؤال ده تحس إن هو مختل كده عقليا، بس هو كان في اللونج مان للأسف. المهم إنك أنت هتقول لندن دي مدينة رائعة جدا، جميلة جدا، بها 250 لغة مختلفة تحدثها الناس. مش هينفع أقول لك متعددة ثقافية جدا يعني. My brother is bilingual. bilingual بتكلم لغتين اتنين، يبقى بتكلم two languages. he is able to speak three languages، ثلاث لغات. والله بص بقى السؤال ده عشان هو خلبص شوية. المفروض بيتكلم ثلاث لغات، ده بنسميه trilingual، بس ما فيش في اختيارات trilingual، فهناخد مكانها multilingual عادي. مع ان لو في الاختيارات trilingual و multilingual كنا ناخد try ونسيب multi. despite living in a nice villa، برغم انه عايش في فيلا جميلة. I realized I was not after I had spent a few months، بالرغم ان عايش في فيلا جديدة جميلة، الا ان انا شعرت ان انا homesick، معناها عندي حنين الى الوطن، حنين للوطن. the wound is gaping، الجرح فيه فجوات. The bandage، الضمادة، لابد انها تكون ايه enough to stop the bleeding، لازم تكون ضيقة بالقدر الكافي. كلمة باجي معناها واسع، ولوز معناها برضو واسع او فضفاض. tight معناها ضيق، ومعناها tight يعني مأزق، يعني لما قولك tight corner فهي معناها ضيق، ولايت معناها خفيف، فانت بتقول عشان تمنع التسريب لازم تكون ضيقة. the witness said، الشاهد قال. the young man had hit the other car، ان الرجل صدم السيارة الاخرى ايه، هو دمرها on purpose يعني عمدا. يبقى انت عايز كلمة بمعنى عمدا. unintentionally معناها بلا قصد. intentional معناها متعمد. deliberate برضو معناها متعمد. طب deliberately معناها عمدا. انت بتقول بقى، انت بتقول الرجل صدم السيارة متعمدا او عمدا. خد بالك انت عندك فعل والفعل عايز ظرف، لكن كان ممكن اقول لك زمان هو هيت ذا كار ووز ديليبريت او ووز انتنشنال. الفيديو ده عشان هو طول شويتين فهنقف هنا كده ونكمل الباقي من 205، وما باقي معانا تقريبا اربع صفحات لحد 254، وبكده يبقى احنا مرينا على كل كلمات المنهج بشكل سريع ولطيف. يلا بقى مع بعض. لو انت تسمعنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتعرف الدفعات الجديده الوصايا اللي انت فاهمها دي، مش هوصيك. يلا السلام عليكم.